السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح أكواد ورموز الرمز البريدي لمدن محافظة الأحمدي في الكويت. الرمز البريدي لمدن محافظة الأحمدي في الكويت، أول كود معانا هو أبو حليفة، مدينة أبو حليفة، والرمز بتاعها هو 45600. تاني مدينة معانا هي مدينة الأحمدي، الكود بتاعها 60000، 640. بعد كده مدينة البادية، البادية، والكود بتاعها هو 66100. بعد كده عندنا مدينة بنيدر، بنيدر، والكود بتاع مدينة بنيدر هو 66306. بعد كده عندنا مدينة جزيرة قروة، جزيرة قروة، والكود بتاعها هو 66302. بعد كده عندنا جزيرة أكبر، كود مدينة جزيرة أكبر هو 66301، آسف، 01. بعد كده عندنا مدينة الجعيدان، مدينة الجعيدان، والرمز بتاعها هو 60200. بعد كده عندنا مدينة الزور، والكود بتاعها هو 65900. بعد كده عندنا مدينة الشعيبة، مدينة الشعيبة، والرمز بتاعها هو 65300. بعد كده عندنا ضحية، مدينة ضحية علي صباح السالم، ضحية علي صباح السالم، 65300، 65000. بعد كده مدينة الضباعية، عندنا كود مدينة الضباعية، والرمز بتاعها هو 66305، 66305. بعد كده مدينة العقيلة، والكود بتاعها هو 54500. بعد كده مدينة الفحيحل، مدينة الفحيحل، مدينة الفحيحل هو 63300. بعد كده مدينة الفنطاس، مدينة الفنطاس هو 50000. بعد كده مدينة المقوع، كود مدينة المقوع هو 60200. بعد كده عندنا مدينة المنقف، المنقف، والكود بتاعها هو 53700. بعد كده مدينة، أو الكود بتاع ميناء عبد الله هو 65200. بعد كده مدينة الرقة، مدينة الرقة، والكود بتاعها هو 533-01 أو 533-02. بعد كده عندنا مدينة الصباحية، مدينة الصباحية، والكود بتاعها هو 54401. أو 54402. آخر مدينة معانا هي مدينة الزهر، والكود بتاعها هو
251. بكده نكون خلصنا كل مدن مدينة الأحمدي أو محافظة الأحمدي في الكويت. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنوا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.